احنا اليوم مشاركين في فعالية يوم المشي العالمي الصحي، وهاي فعالية تنشط الدورة الدموية وتنظم دقات القلب ومفيدة للبدن والجسم. وطبعا احنا مدرستنا تشارك بهاي المبادئ ودائما تحب تبرز اسمها هاي الفعاليات، ودائما احنا نشكر مدرستنا سدانية اللي هي تشارك بالفعالية اللي تخلينا نشارك بالفعاليات، وكل فعالية احنا لازم نبرز اسمنا. اكيد عندنا درس رياضة بالمدرسة ونمارس بيه كل الرياضيات، يعني مثلا كرة القدم وكرة الطائرة وكرة اليد، وذن الرياضات دائما نمارسهن، وكل الرياضات نتعلم ونتطرق إلى الرياضات الأخرى. نشارك في هذه المبادرة الجميلة وهي يوم المشي العالمي، حابين نشارك فيه لأن يعتبر المشي هو رياضة مهمة لجسم الإنسان، من خلالها نقدر ننظم دقات القلب، وأيضا حركة الدورة الدموية تكون منتظمة أكثر، وأيضا نشاط لباقي أعضاء الجسم في القدمين، وأيضا يكون التنفس نقي وسلس. وحابين نشارك في هذه المبادرة لأنه تعطي رسالة للمجتمع أن يبادرون بهذه يعني المناسبات حتى يكون المجتمع بأكمله صحي. مديرية العامة لتربية المثنى الاحتفالية السنوية بمناسبة اليوم المشي العالمي بمشاركة كافة المراحل للمدارس ابتداء من رياض الأطفال إلى مرحلة الإعدادية. هذه المناسبة حقيقة تشارك فيها أيضا من الضيوف ومن الدوائر الساندة إلى مديرية تربية المثنى ابتداء من مجلس المحافظة إلى مديرية البلدية إلى جمعية الأهلي الأحمر إلى اللجنة الأولمبية إلى مديرية الشباب والرياضة، وهكذا من الضيوف الأخوة الأعزاء الكرام. حقيقة هذا المهرجان نحب نوصل من خلاله رسالة إلى المجتمع، مفادها أن المشي رياضة المشي هي خير وقاية وعلاج لصحتك.